بالإضافة إلى غياب اللاعب حكيم زياش فغياب بوفال محتوم لا محالة. مباراة المغرب وجنوب إفريقيا واحد مباراة مهمة في دور الثمون غتجمع المنتخب ديال البلدين، الكل ينتظرها ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب ديال جنوب إفريقيا. المدرب ديال المنتخب ديال جنوب إفريقيا يخرج بالتصريحات ديالو اليوم، وليد ركراكي خرج بالتصريحات ديالو حول غيابات مهمة داخل المنتخب الوطني قبل هذه المباراة المهمة. غياب لاعب مهم مؤثر داخل المنتخب الوطني، كما نقول لاعبا مؤثرا فهو اللاعب حكيم زياش. هذا الشيء اللي غتعرفوه معنا الا بقيتوا الخري هشام خضري قناتي، لا تنسى الاعجاب والاشتراك. مغرب اولا ولا غالبا لله، عاش المغرب ولا عاش الخني، يعلم الله كم محبك يا وطني، يعلم الله كم مدافعك يا هذا الوطن. اخوان دفعوا تراكتور طلعت طلعه راه بقات اونبان، عملوا لنا الصفحه ديال اليوتيوب والصفحه ديال الفيسبوك، كملوا على خير. حكيم زياش اللي هو واحد لاعب مهم ولاعب مؤثر ديال المنتخب الوطني كنعرفوها وكتعرفوها حتى نتوما، ثاني هدف في المنتخب الوطني بشي 23 هدف، اللاعب اللي صنع الافراح ديال المغاربه، اللاعب اللي اجمع المغاربه على قوته وحضوره داخل النخبه الوطنيه. الاصابه ديال زياش في المباراه الاخيره ديال زامبيا، وليد ركراكي قال بان زياش منع عليه حتى قبل المباراه. الكل يعلم زياش والدور ديالو داخل المنتخب الوطني، كيفاش كيهز المنتخب الوطني، وله دور، عنده تمريرات حاسمه وكيسجل الاهداف. راه ملي كنقول واحد اللاعب مؤثر داخل المنتخب الوطني بالاحصائيات الاخوان خلال هذه البطوله شحال من اسيست عنده وشحال من هدف سجل، هنا كيبان لك بان الغياب ديالو غادي يكون مؤثر في هذه المقابله اللي هي قويه جدا. الطاقم الطبي ديال المنتخب الوطني يحاول تاهيل اللاعب حكيم زياش، والمفاجأة أن لاعبين، بالإضافة إلى غياب اللاعب حكيم زياش فغياب بوفال محتوم لا محالة. غياب بوفال انتهى دوره وانتهى مهمته، لاعبين المهمين اللي على الرأس ديالهم حكيم زياش واللي تيحاول الطاقم التقني ديال المنتخب الوطني يأهلوا المباراة ديال يوم الثلاثاء اللي هي مهمة ضد جنوب إفريقيا، واللاعب بوفال الذي انتهت مشاركته مع المنتخب الوطني الا اذا حدثت معجزه. الاصابه ديالو على المستوى العضلي غتخلي بوفال مشى وكملات الرحله ديالو، غادي يبقى مع المنتخب وغادي يدعم المنتخب الى تحسنات الوضعيه ديالو، ما تحسنش الوضعيه ديالو غادي ينتقل الفريق ديالو يكمل التطبيب. اذا المباراه اللي هي مهمه بالنسبه للمنتخب الوطني واللي هي مباراه فارقه من اجل التاهل، المباراة اللي يكثر عليها القيل والقال، نحن اليوم هنا لندعم المنتخب الوطني، لا نريد الحديث عن أي منتخب آخر أو عن أي بلد آخر أو عن أي جمهور آخر. من يريد تشجيع المنتخب الوطني فمرحبا به، ومن لا يريد سوق هذاك وله الحق أن يشجع المنتخب الذي أراه. في التصريح ديال وليد ركراكي قال بأن جنوب إفريقيا ستواجه منتخبا آخر وتشكيلة أخرى على التي واجهت المنتخب الوطني خلال المباراة التي أجريت هناك بجنوب إفريقيا، وتمكن المنتخب ديال جنوب إفريقيا من الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل واحد. شفنا اللاعبين اللي كانوا حاضرين على رؤوس الأصابع، أربعة ديال اللاعبين أو خمس لاعبين، ثلاث لاعبين من اللاعبين الرسميين، لكن تشكيلة ديال اليوم غد بإذن الله ديال اليوم الثلاثاء غتكون تشكيلة فعلا تركا وجدها وليد ركراكي ووجدها الطاقم التقني وموجودة لخوض هذه الغمار والتأهل إلى الدور المقبل. مباراة صعبة ومباراة فخ، لكن سيخرج منها المنتخب الوطني بإذن الله فائزا ومنتصرا ومتأهلا إلى الدور المقبل اللي هو دور الربع. مباراة لن تكون سهلة إخواني أخواتي المشجعين المغاربة، شكونوا متفقين على هذه القضية، يعني خص الدعم ديالكم من الآن حتى صافرة الحكم، من الآن كونوا مشجعين، كونوا واعيين، كونوا نعرفوا واش نقولوا، ونتمنوا أن وليد ركراكي يحط اللاعبين اللي بغينا والخطة اللي بغينا، ويحاول بأن كما نقول مباريات إفريقيا تربح ولا تلعب، لأن تتلعب ضد الجو، ضد الرطوبة، ضد ارتفاع الحرارة. مهم مجموعة ديال الأشياء، تأثير ديال الرطوبة على اللاعبين هي أشياء اللي خصنا نستغلوها ونستغلوا الفرص. إخوانكم ما قلنا لكم بأن المنتخب الوطني إلى جينا الإحصائيات الدور الأول، نعطيكم بعض الإحصائيات اللي هي بسيطة باش نسالوا الفيديو. 157 هجمة خطيرة نظمها المنتخب الوطني ضد المنتخبات التي لعب معها الثلاث، 44 تسديدة على المرمى، ياسين بونو صد ثلاث محاولات محققة لأهداف. هذه هي مجموعة ديال الإحصائيات، نسبة امتلاك الكرة عالية، والنسبة الأخرى المهم هي 157 هجمة خطيرة من المنتخب الوطني على المنتخبات الثلاث،
44 تسديده. هنا غيبان لك بان المنتخب الوطني كان قويا ولكن لم يكن فعال. اذا هنا كنقول ونرجعوا للكلمه اللي تنقول منذ بدايه البطوله ان مباريات افريقيا تربح ولا تلعب. مباراه ديال افريقيا تربح على جزئيات بسيطه وجزئيات صغيره. الا فهمنا هذا الموضوع هذا وفهمنا هذه الكلمات هذو غنكونوا باذن الله ذاهبين لا محاله الى المباراه النهائيه. اخوتي المغاربه القاكم من بعد انتصار ان شاء الله في فيديو اخر، لكن قبل غتشوفوا فيديو اخر معنا على شي وحدين اخرين. خليتكم على خير، ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا في القناه ممكن تشوفوا فيديوهات اخرين. السلام عليكم.